ما شاء الله الاختراع بتاعي نافع والله العظيم. انا مبسوط صراحة من الايس كريم. طب ندور اول كده نشوف طعمه عامل ازاي. والله العظيم حلو بأمانة. وصفة الايس كريم بالمانجا حلو. ولو غاوي خد وصفة الايس كريم. شوفوا شايفين البخار، مش عارف هو ظاهر معاكم ولا لا. خد وصفة الايس كريم بالمانجا من حاوي. سلام.